يخرجه جل وعلا من بيته من داره ليطوف ببيته. إذن من الشقي؟ الشقي عياذا بالله من يطوف بالبيت ويقف في عرفة ويرمي الجمار ويتكبد الأموال ولم ينكسر مع ذلك قلبه لله ولم يفرح بهذه الطاعة، إن أعظم ما يمكن أن يكون ثمرة في القلب أن يفرح الإنسان بالطاعة، يفرح أن الله جل وعلا هداه، يفرح أن الله تبارك وتعالى اصطفاه، يفرح أن الله جل وعلا هداه إلى صراطه المستقيم. هذا الذي به تثقل الموازين ويفرح المؤمنين وينال به العبد الرضوان من رب العالمين جل جلاله.